متواجدين في سوق الكبارية المارشي الخضرة والغلة، قل لي شنو المعيشة هون؟ المعيشة توصل الطماطم توصل ب 3000، الفلفل يوصل ب 4000، الطماطم البطاطا ب 1700، وانسان زوالي يكسب كان ما عنده وكيري وعنده صغار شنو باش يعمل؟ شنو باش يعمل؟ اعطيني حسب التقريب. قايده وعنده ما عنده وهو كاري وماء وضو وصغار يقراو شنو باش يعمل؟ وهذولا برك وحدهم ما يعملوش طنجره. قول لي ترى 500 تو كيما كاي راجلي عامل اليوم طرف نعناع شنو باش يعمل؟ باش يعيشوا كري ماء وضو كري دواء. انا واحد بلاش مشي بالدواء. قسم على ربي وكهو. يعني انت وراجلك عندكم كاين الخدمه هذه انك تبيع النعناع؟ هذيك هي طرف نعناع ولا طرف خضره ذي تاع برود. وراجلي يعني عنده عينوت مريض بها وانا زاد ظهري عامل عليه عمليات. طفل صغير يقرا. قسم على ربي وكهو. هما يعني نتاع وزير التجاره هكا ولا هما اللي يعرفوا وهما اللي يفهموا شنو نحن شنو ذنب. احنا باش تمشي المارشي لجروب باش تقولوا يقول لك بكذا يلزمك باش تشري باش تاخذي تاكلي تاخذي نهارك تصوري نهارك فهمتي ما تصوريش نهارك ما تاكليش من تاكلي 12% قولي لي ترى يعني هما يلزمهم يعرفوا حالتنا احنا قبل في عهد الزين ما نعرفوا شيء يعني كانت الدنيا المعيشه بها هي رخيصه 5000 توكلك تو 5000 راهي باكو حليب ونسكافيه وخبزة 100 غرام زبد هذه فطور صباح هاتي مواد تنظيف هاتي فطور القايل هذه كان عندك صغير يعني حليب وكوش واحد قسم على ربي وكاو شو نقول قسم على ربي ربي ان شاء الله هو ادرى بينا وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يعني قاعد يعمل معاه مع الزوال احنا توا في الكبارية في تحديدا في السوق قل لي شنو الاسعار لهنا المواطن شو عامل هوني بالنسبه للاسعار بالنسبة للأسعار غالية برشا والمواطن جاي بين المطرقة والسنداب لا هو من ولا هو من شنو معناه؟ يويح ويشري يويح وما يشريش هي المشكلة مشكلة الحكومة لهنا ما ثماش المراقبين من الناس اللي تخرج من يتراقب من المارشي اللي يقروه حتى لهنا هي نورمال معناها باش توصل الأسعار لهنا الكليون يلزمو يشري غصبا دون رضا تدخل ب 50000 ما تقضيش 30000 ما تقضيش كخذيتي طرف خضره ما تغطيش على اللحم وهكذا دوليك معروفه هذه بارتو حتى الدوله في بالها بها راه اللي تنقص هناك ولا ثم المراقبه ما ثماش وكاهو في الحي الشعبي اللي احنا موجودين فيه في الكباريه فما شكون يهبط ب 50000 للسوق يهبط 50000 ما يرجعش ما يقليش قضيه باهيه ب 50 دينار هاي الاسعار قدامك انت وتشوفي فيها البصل ب 1800 البصل ب 1800 ومش نمشي معاك نقول لك انا البصل معناها اللي كانت الربطه انا هنا بصل ربطه تبدا غدا كيف 200 و300 فرنك ب 1800 هنا هاني كليون تو هاك نوريك انا ساشي اللي فيها هذيك فيها وحده خس وربع بسباس شنو اللي فيه؟ خس بسباس ووحده بروك 600 و 1500 2100 والبروك ب 1500 هاي شنو وراك هذه ما توكل لحد شيء معناها نتاع طرف سلطه وكا هي شنو نمشي معاك انا للطماطم للفلفل الفلفل ب 3400 الفلفل اختي راه انا 50000 ماش تحكي عليها جمله 50000 فيها طرف دجاج اذا كان لطف ربي ثم شويه حوت تخص شويه ب 4000 فرنك كل كيلو سينو ما يخلط لحد شيء الكليون شكون السبب في غلاء الاسعار هذه؟ الدولة ديما نحط في الدولة هنا. الدولة هي المسؤولة. الدولة هي المسؤولة الأولانية وين المراقبة الأسعار ومش حتى من هنا من مرشي الكرو أختي. أخي مو غادي تخرج تحت الطاولة بيعات والله أعلم كيفاش توصل لهنا أخي أنا ثم فلاح يقول لك أنا راني نبيعه في البصل مثال كلام ب 500 فرنك الرب وب 300 فرنك كيفاش توصل لهنا توصل ب 1200 وب 1400 وين المراقبين؟ ناس تخرج تخت اختي لا يوصلوا مراقبين لهنا وحتى كان وصلوا خدموا شويه مني بجنب السكه ومشوا على رواحهم البلديه بني حدث ولا حرج ولا بعدا كتشوف فيها معناها تو تصيري فيا انا عباره راه كليون لهنا بني قاعد في حانوت نتاع الناس حدث ولا حرج عباره تعرفي شنو اختي رسله نتاع غنم من هل الذيوبه لا ثم سارح لا ثم حد شيء
لما حتى واحد لهيبة هو من الاخر نعطيك دولة لازم تقوم بواجبها، لازم تخرج، لازم تصمم مراقبة. خلي لك خاطر خلي المواطن يتفرهد شوية يا رسول الله. كل شيء غالي، اللحم غالي، الدجاج غالي، الخضرة غالية، وما تحكيش على حكاية الأخرى. تخديم المخ بالنسبة للخضارة ولا الناس اللي يعرف الكليون باش يشري ما عنده وين يمشي، خاطر احنا نتهربوا من الخضار في الحومة يبدا غالي، وزعما زعما نمشيو للسوق خاطره مرفق شوية لكن اسمع تراها الترونسبور والتمرميدة نتاع المشي والجاية باش تلقى ديفيرونس نتاع 5000 في قضيتك ولا 10000 فيش حاجة كبيرة معناتها، ونجم يكون قضية الخضار تبدا أنظف أكثر لهنا، الخضار يبدا محفوظة بعيد على الشمس وبعيد على كل شيء، ترى لهنا كيفاش حوت في وسط كياس وغلة ومصعب ياسر العباد تغسل بالصحيح معناتها في الديار، ثم شكون اللي يبدا صغير ومن فم الباب يزكع بغلة ويطير ياكلها. شو خذيت اليوم؟ والله مش حاجة كبيرة، أنا كان قلت تعديست الجمعة شوي شوي، خذيت شوي مدالينا وسبنيخ، حاجات خفيفة مش حاجة كبيرة. شاي صغرونة قد تكلفت؟ شاي صغرونة هذه برسك تو عندي شاي صغيرة عند المرأة تو برسك 20000، زوج صغار 20000. لكن مضطر الواحد يزمو ياخذ، خاطر الواحد تتسائل احيانا تقول الى متى باش تقعد المعيشه هكا تمشي وتغلى واحنا شايرين نفسها كيفاش باش نعيشوا. هي حتى المعيشه باش تزيد تغلى اكثر، العباد راهي باذن الله باش تعيش، خاطر ثم حوايج الانسان يزمو يتصرف فيه يتحكم فيها، كل عائله تتحكم في روحها. مثلا انسان اخويا حتى المعيشه غاليه، تلقاه البو يتكيف في بكو دخان ب 4000 وب 5000 ويقول المعيشه غاليه، كنت تنجم تبطلوا الدخان، كنت تنجم تقصها، تعمل كل يوم يعمل قهوه سباقه ولا شيء، مثلا يلقى شهريته 700000 منها 200 ولا 3 مصروف اجو دبوش للبو مثلا، والام تصرف وحدها، شيء طبيعي باش ما تكفيش. المشكله ماهيش ريت الماكله والا الخضره ولا الغله، مهما تغلى الناس كل تقدر عليها، معناتها ما يحبش ياخذ كيلو غله غالي شوي باش يخلي حق بك ودخان، باش يخلي حق طور حرامي، باش يخلي حق حكايه اخرى. قل لي شنو الاسعار لهنا في مرشي الكبارية؟ لا تشكر للذب، ربي يسترك خويتي. مازلت غاليه؟ مازلت غاليه، واحد ما عادش ينجم يعيش فيها، كل شيء غالي، جلبانه 3000. ان شاء الله يجريها على الصلاح يا بنيتي. قد هبط اليوم للسوق؟ والله هبطت هاني ب 20. شو خذيت بها 20؟ شويه جلبانه شويه شريت البطاطا ما حبيتش نشريها 17 البطاطا. القليل ما عادش يعيش في البلاد صراحة. ياسر اختي. معيشه لا واحد الزوالي ما عادش يعيش. معيشه الزوالي ماهوش عايش جمله. ما عادش خالط على حتى شيء. شنو المعيشة لهنا في الكبارية؟ اش عامل المواطن؟ في الجمهورية كاملة، المعيشة المواطن ما عادش خالط. مازال خالط المواطن مش وخالط. يعني كاك الناس تنفس بالباي كما يقولوا فيها. الأسواق غالية، البرودوي تلقاه الباهي غالي. شكون المتسبب في غلاء الأسعار؟ المتسبب هما العصابات. الفلاح يبيع بدينار توصل للمواطن ب 3500، فما عصابات في الوسط. شوفونا معناتها المعضله هذه تو بيحاولوا ليه يتفرهد المواطن. الكباريه اللهم صل على النبي عليها، اعز مرشي هو مرشي الكباريه، مرشي الزوالي وكاو. ارخص مرشي واعز مرشي، كل شيء بلاش لنا. بلاش يا مراه، هاي رخيصه الاسواق يا اخي، نكذبوا نحن. ملا منيش المواطنين قاعده تشكى كل يوم، علاش يشكيوا من الاسعار؟ مش من الاسعار اختي، الدخل نتاع الفرد ما يقدرش باش يكمل به الشهر، فهمت كيفاش؟ كي نحكيو شويه على المعيشه والاسعار كومي نلقاوها مختلفه على السنوات الفارطه حتى على الاشهر الفارطه. حاجه طبيعيه، كل شيء مش تبدل اختي، مش تبقى على حالها كيما 10 سنين تالي كيما تو، مش تبدل اي حاجه، مش تبدل. حاره ضم كانت 240 تو ب 850 بدينار. اي حاجه باش تستغلى سوم اختي، ما ثماش حتى شيء باش يبقى رخيص. فهمت؟ اما شنو هكا كيما نقولوا نحن القشاري يرغف روحه شويه والفلاح يرغف روحه شويه والبياع يرغف روحه شويه باش المواطن هكا شويه شويه يتنعم شويه، فهمت؟ لين ربي يفرج علينا خويا، نحيانا الاوباد نحيانا المرض هذا ترجع امورنا به ان شاء الله.